الموسم اللي فات الناس كانت ما كانتش متأملة قوي حاجة ده في الجمهور بطولات كجمهور بسبب قصة وقف مظبوط القيد، ومستر فيريرا وقتها والجهاز الفني قدروا ان هم يصنعوا شيء من لا شيء بالظبط كده. ويحولوا اللعيبة ديت لأبطال، قدروا ان هم يحققوا الثنائية في الموسم اللي فات. فعشان كده نفس الجمهور منتظر المرة دي من مستر فيريرا، عندك حلول ما عندكش حلول، ان انت نفس الشخص مظبوط اللي قدرت انك تحقق حاجة الموسم اللي فات مظبوط، المفروض ان انت تحقق حاجة هو الموسم ده ده بقى بالظبط، هو ده اللي انا بتكلم عليه. هو عشان كده موقفه المره دي اصعب أصعب. من المره اللي فاتت، لان هو عنده لا في توقعات. الناس السنه اللي فاتت كانت قاعده وعزراه ومحدش طالب منه حاجه ومحدش بيضغط عليه، وعارفين ان انت معكش لعيبه خلاص مش هنتكلم. لكن لا، انت وريت الناس انك بتعرف تعمل ده، حتى لو معكش لعيبه هتعرف تتصرف. فانت لا، بص بقى، انت المره دي معاك لعيبه، معكش لعيبه الناس عايزه، خاصه انت بادئ الموسم مش ماشي كويس، فهم عايزين تعوضهم عن ده. انت محتاج اول حاجه عشان تكسب ماتش على ارضك انك تعرف اللي جاي يلعبك ده ان دي ارضك. يعني لازم شباب لوزداد وهم على الملعب، ده ما كانش موجود خالص. ماتشات السنه اللي فاتت فعلا الفرقه اللي كانت بتيجي تلعبك هي اللي بتمشي ريتم الماتش تمام، هي اللي بتقول هي عايز تعمل ايه على ملعبك وسط جمهورك. مش منطقي، مش منطقي خالص. اول حاجه علشان تعرف تكسب اي فرقه بتلعبك على ملعبك انت اللي تتحكم انك في الامور. تحسسهم ان ده ملعبي، انت جاي لنا، انا عارف الملعب ده والجمهور ده جمهوري والمكان ده بتاعي. حسسهم بده، لازم يحسوا بده. شخصيه الزمالك لازم تخش بشخصيتك، لازم تخش صحيح. بشخصيتك. احنا هنتكلم كوره، الفرقه مش ناقصه كوره. يعني لو هنتكلم كوره فنيات ما فيش حد اقل من حد. يعني انت هما نفس اللعيبة بتوع بالظبط، الموسم اللي فات. وانت ما بتلعبش فرقه يعني جايه من اوروبا، في الاول في الاخر كره شمال افريقيا ما تختلفش كتير عن الكره المصريه. فانت بتلعب فرقه انت تقدر تكسبها جدا، ما تكسبهاش ليه؟ لكن احنا بنتكلم الموضوع كله عامل نفسي شخصيه، الموضوع كله عباره عن عامل نفسي وشخصيه. عشان تقدر تكسبهم من البدايه لازم تكسبهم نفسيا، لازم تعرفهم ان ده ملعبك، لازم تحسسهم ان انا نازل اكسب. مفيش بقى جو جس النبض واستنى، لا، انت لازم تبقى نازل بخطه واضحه، ضغط واضح، اضغط عليهم من بدري، غلط المدافعين، حط جون بدري، كل الحاجات دي هي اللي هتجيب لك مكسب. ده المشكله ان انت بتقول احنا انت محتاج ان انت تلعب عليهم نفسيا، المشكله ان نفسيا اصلا انت اللي اللعيبه مرعوب عليهم، واقعه. ده انت حقيقي. اللي دي مشكله نفسيا كبيره بقى، يعني نفسيا انت في أسوأ دي فتراتك. مشكلة كبيرة، وده دور الجهاز الفني. عشان كده بقول الجهاز الفني المرة دي محطوط في اختبار أصعب أصلا. يعني خلينا كمان نتفق، في أفريقيا السنة اللي فاتت فيريرا لما جه كانت أفريقيا تقريبا راحت، فهو الراجل ما كانش برضه عليه عليه ضغط بالظبط. في الحتة زي دي. ما شفنا قاعد مع اللعيبة قال لهم يا جماعة انسوا مشاكلكم وحاولوا تلعبوا وحاولوا تنقذوا نفسكم، وما حصلش وخلاص، ما حصلش نصيب وما عملش. لكن هو المرة دي انت بادئ بداية، بادئ من الأول وعندك مشكلة تشبه تقريبا نفس المشكلة اللي انت كنت جاي عليها السنة اللي فاتت، طب انت ما حلتهاش عشان ما فيهاش وعندك حل. لا، والمره دي كمان عندك تحديات اكتر، ان انت مطالب ان انت تحقق اعمل بطولات بطولة بقى زي الموسم اللي فات او بالظبط اكتر من الموسم اللي بالظبط، فات واعمل بطولة المفروض. بقى انت. يعني اللي بايظ في الدوري عوضه في افريقيا.